خلينا نقعد مع ضيف اليوم، وضيفنا هو شاب 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 حسين الفندري. هو الشاب حسين يعمل غنية راي. الشاب حسين مثلا هو مكلف بالإعلام في الجمعية الوطنية للسلامة المعلوماتية. عسلامة عسلامة حسين، مرحبا بك، اهلا وسهلا. عسلامة، شنو احوالك؟ ميرسي بوكو على الاستضافه. يعيشك، مرحبا بك حسين. انت صغيرون ومكلف بالاعلام في الجمعيه الوطنيه للسلامه المعلوماتيه، طالب جدا في الانسان. حسين، هذه في كلمه كنت نجم تقولوا لي. سي ان بليزير بارتاجي. يعيشك، مرحبا بك يا حسين. دونك بمناسبه اليوم الوطني للسلامه المعلوماتيه، كجمعيه تنظم تظاهره هي سيكوريتي، احكي لنا عليها، شنو اللي فيها؟ الوغ سيكوريتي هو اليوم الوطني للسلامه المعلوماتيه، صار لها هذه ليديسيون نمرو 7 نتاعها. دونك تصير كل عام في الانسات، وعندها ترخيص من الوزاره، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. الوغ السيكوريتي هذه هي صنعتها الجمعيه الوطنيه للسلامه المعلوماتيه، اللي تحولت كانت كلوب سيكورينات في الانسات، من بعد كبرت خاطر لي مامبر اكثر من 1200 عضو في الاسوسياسيون. دونك قلنا نكبروها. كلكم ولاد الانسات؟ قلنا لا، عندنا في الانسات، وعندنا في ليزي، عندنا في بنزرت، عندنا في زغوان. دونك بلوزيغ انتيتي للاسوسياسيون الكبيره. اكزاكتومون. دونك البيت نتاعنا هو انه ننشروا ثقافه السلامه المعلوماتيه في تونس، ونحسوا لي جون ومام حتى لي بروفيسيونيل باش يكونوا واعيين بخطوره المواقف والرهائن نتاع المعلومات اللي تجم تصير في بلادنا. وبالنسبه لليوم هذايا انت شنو باش تعملوا فيه في ليديسيون 7؟ اي دونك ليديسيون 7 هذه التيم نتاعها هو رانسوم ويرز، اللي هما برمجيات الرهائن. دونك القرصان هو معناها يكون عنده اكسي للحاسوب نتاعك، يخول لك على البيراتاج، معناتها عنده علاقه بالبيراتاج، كيفاش تحمي الحاسوب نتاعك من انه هو معناها ظاهره عالميه كظهرت ديغنييرمون، معناتها من بعد ما يستولي لك على المعلومات نتاعك الكل، يطلب منك فديه، معناها انت ما يرجع لك الاكسي للمعلومات نتاعك الا انت ما تدفع له مبلغ مالي يتدفع بالبيتكوين، اللي هي عملة انتراسابل ما تنجمش تحصل عليها، وحتى حتى ما هي موجودة في حتى بلاد. دونك موجودة في الديب ويب. اكزاكتومون اللي شكون صار ولا الواحد يمشي بالضبط بالضبط انونيم بالضبط. دونك احنا ليديسيون تاعنا باش تكون مقسمة لثلاث بارتي، تشالنج اللي هو تشالنج ناسيونال بيسكو سي اون جورني ناسيونال، صار لي كاليفيكاسيون نتاعو في العطله نتاع الربيع، وشاركوا معنا اكثر من 170 ايكيب من كامل انحاء العالم، من روسيا، من اوكرانيا، من تونس، من فرنسا. وانا سيليكسيوني كو لي 5 بروميير ايكيب، وباش يتشالنج باش يقعد هذايا 12 ساعه. البارتي الثانيه نتاع الجورني نتاعنا باش يكونوا دي كونفيرونس، دي كونفيرونسي جايين من فرنسا، من امريكا، هما توانسه ما يسكنوا يخدموا في فرنسا وفي امريكا. نذكروا الاكسبير نتاعنا من ايربوس، اللي باش يحكي لنا على لي باز دو دوني في الطيارات A350 نتاع ايربوس، هي شركه فرنسويه. نذكروا زاده مسيو جمال الاسود، اللي هو ريسبونسابل تكنيك في بالو التو تك نتوركس، اللي هي شركه امريكيه، باش يحكي لنا على كيفاش حمايه المعلومات هذيا. وعندنا زاده مدام اولفا قداش، اللي بجينا من لاجنس ناسيونال نتاع سيرتيفيكاسيون الكترونيك، باش تحكي لنا على سيرتيفيكاسيون وكيفاش انت تحمي المعلومات نتاعك من الاول باش ما يصير لكش معناها الوقايه نتاع من الرهائن هذيا. واخيرا مدام نجوى جراد، اللي هي بروفيسور ودكتور في اليونيفرسيتي نتاع منوبه، ومسيو من عند ايربوس مسيو مهدي العياري. شنو الاضافه اللي باش يقدموها لكم؟ الاضافه معناها هما باش يحكيو، هما بيسكو معناها يخدموا في ديزيشيل ناسيونال وديزيشيل انترناسيونال، باش يعطيونا الاكسبيرتيز نتاعهم في الميدان نتاع حمايه المعلومات، كيفاش الوقايه وكيفاش العلاج وكيفاش تتحصل على المعلومات نتاعك بعد ما صارت لك القرصنه نتاع المعلومات نتاعك هذا. يعني حمايه المعطيات الشخصيه، حمايه الحاسوب، حمايه لي كونت نتاعك، زاد عندنا دي كونت بروفيسيونيل تخدم بهم. هو اللي باش يكون محور اليوم هذا، اليوم الوطني للسلامه المعلوماتيه. أيه. في الجمعيه مع عدد من طلبه الانسات ومعاهد اخرى اللي عندها علاقه
كل ما هو معناها انا حاولنا معناتها انه نعملوا الميديتيزاسيون في كامل انحاء الجمهوريه. معناتها مشينا للمعهد نتاع لي انجينيور، مشينا لليزيسات، مشينا للي فاك دو سيونس. معناتها عملنا الميديتيزاسيون باش العباد كل تحضر، باش العباد كل تستفاد من الخبره نتاع التوانسه هذوما اللي يخدموا على شال ناسيونال وانترناسيونال، وتكون في الاخر نحسوهم بالقيمه نتاع الحمايه، وحتى مش كان الحمايه مام حتى العلاج من بعد ما تصير الانفكسيون نتاع الدم. وفيكم انتم لي جون نتاع الجمعيه مثلا، ولا لي جون اللي قاعدين يقراوا في مختلف الجامعات والمدارس العليا اللي عندها علاقه بالاعلاميه والبرمجيات، يعني فمشكون قاعد يعمل هكا في محاولات نتاع مشاريع لحمايه المعطيات الشخصيه ولا البرمجيات. فوالا دونك هوني نجيو للبارتي الثالثه نتاع الجورني نتاعنا، هما لي زاتوليي. لي زاتوليي احنا ثاني للاخر عليك. فوالا بالضبط، على خاطر معناها يكون باش بالتدرج. دونك لي زاتوليي هما لي كونفرنس باش يكونوا الصباح، لي زاتوليي باش يكونوا العشيه ان شاء الله. دونك لي زاتوليي هما يخدموا على طول العام باش يعملوا دي زاتوليي نتاع سيمولاسيون كيفاش تصير لاتاك. دونك احنا اون فا عندنا دي زاتولي يفون سيمولاسيون نتاع لاتاك هذيا، وعندنا دي زاتولي كيفاش تحمي روحك من بعد ما تصير لك لاتاك هذيا. ودونك لي بارتيسيبون في الجورني هذيا باش يكونوا متواجدين معانا ونفسروا لهم ونعملوا لهم السيمولاسيون قدامهم اون ديريكت. يعطيكم الصحة. دونك باش يكون وقتاش؟ دونك نهار السبت ان شاء الله في الانسات ابارتيغ دو 8 دو ماتان. اي واحد ينجم يحضر؟ اي بيان سور، هي الدعوة مفتوحة للعباد الكل، ومعناتها ماذا بينا العباد الكل تكون حاضرة باش تستفاد وباش يكون عندهم اكسي لاي حكاية موجودة في الجورنال نتاعنا. يعطيك الصحة، شكرا ليك حسين الفندري، مكلف بالاعلام في الجمعية الوطنية للسلامة المعلوماتية. شكرا جزيلا، نعيشك. شكرا ليك.